السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على يونت 1 لسون 2 اللي هو Properties of Elements in the Modern Periodic Table. الاتوميك سايز هنلاقي انه احنا بنستخدم الاتوميك راديوس، بيستخدم علشان نقدر نقيس الاتوميك سايز، وده بيتقاس الوحدة بتاعته بالبيكو ميتر وبالرمز بتاعها بيبقى البي ام. اوكي، لو بصينا احنا على الاتوميك سايز في البريودك تيبل، احنا زي ما قلنا قبل كده في الفيديو اللي فات عندنا في 7 بيريودز اللي هما الروز، الصفوف زي ما واضح هنا عندي كده، دي هنا اهو البيريودز، عندي 7 بيريودز وعندي التين جروب اللي هما الكولن، دول التين من 1 to 18. اوكي، طيب هنلاقي انه في البيريودز اللي هي الروز الصفوف دي انه الاتوميك سايز بيحصل له ديكريز فروم ليفت تو رايت. يبقى الاتوميك سايز زي ما احنا بصين هنا هنلاقي، بص الليثيوم الاتوميك سايز بتاعته قد ايه، وبص الفلورين هنا الاتوميك سايز بتاعته قد ايه. فبص الاتوميك سايز بيقل كل ما اتجهت من الليفت للرايت في البيريود. اوكي، طب ده بيكون نتيجه ايه؟ ده بيكون نتيجه انه بيحصل زياده في الاتراكشن فورسز ما بين البوزيتيف نيوكليوس والاوتر موست الكترون. يعني ايه الحكايه دي؟ يعني احنا عارفين هنا اهو انه ادي هنا عندي ادي دي النيوكليوس. اوكي، دي النيوكليوس وده الاوتر موست شيل. احنا عارفين ان احنا كل ما بنتحرك من الشمال لليمين عدد الالكترونات هنا هو بيزيد، وعدد كمان البروتونات جوه بتزيد. يبقى البوزيتيف تشارج بتاع النيوكليوس بيزيد، فكل ما بيزيد البوزيتيف تشارج بتاع النيوكليوس واحنا ماشيين من الشمال لليمين بتزيد الاتراكشن فورس ما بين النيوكليوس والاوتر موست شيل، فيبداوا الاثنين يشدوا بعض، فتبص تلاقي المسافه دي بدات تبدا تبقى ضيقه. يبقى طول ما انا ماشي كده عدد الالكترونز الاتوميك نمبر هنا بيزيد، فلما الاتوميك نمبر بيزيد النمبر اوف بروتونز جوه النواة بتزيد، فالاتراكشن فورس ما بين النواة والاوتر موست شيل كمان بتزيد، فبتبدا المسافه دي تضيق، فالحجم يصغر كل ما مشينا من الشمال لليمين. طب في الجروب اللي هما الكولمز، دي الجروبز اللي بيحصل، هنلاقي انه الجروب بتبدأ الاتوميك سايز بيبدأ يزيد من التوب للبوتوم، من التوب هنا للبوتوم بنلاقي ان السايز بدأ يزيد. طب ده نتيجة ايه؟ ده نتيجة انه النمبر اوف انرجي ليفلز اوكيبايد باي الكترون كمان زاد، زي ما احنا عرفنا في الفيديو اللي فات انه الكولم او اللي هو الجروب كل ما نزلنا لتحت من فوق لتحت النمبر اوف انرجي ليفل كمان هو كمان بيزيد. يعني هتلاقي انه الليثيوم مثلا فيها 1 انرجي ليفل، الصوديوم فيها 2 انرجي ليفل، البوتاسيوم فيها 3 انرجي ليفل. اوكي، فلو بصينا كده هتبص تلاقي انه حجم
نتيجه زياده عدد الاوربتس اللي حوالين النواه بيزيد طول ما احنا ماشيين من فوق لتحت في الجروب، فكمان الحجم بتاعها بيزيد. ماشي، يبقى عندك حاجتين في البيريود، الحجم بيبدأ الاتوميك سايز بيبدأ يقل من الليفت للرايت. علشان ايه؟ علشان زيادة البوزيتيف بروتونز في النيوكليوس، فده بيزود ايه؟ الاتراكشن فورسز ما بين النيوكليوس و الاوتر موست انرجي ليفل. لكن في الجروب بلاقي بيحصل انه الاتوميك سايز بتزيد طول ما انا نازل من فوق من التوب للبوتوم، ده نتيجة انه بيبقى في زيادة في النمبر اوف انرجي ليفل. هنا كان انرجي ليفل واحد، هنا مثلا ده كان الكي بس، هنا كي ال، هنا كي ال ام مثلا، وهكذا. اوكي، يبقى تفتكر. وعشان كده هتبص هتلاقي هنا عندك هنا في البيريود الاتوميك سايز بادئ كبير ومنتهي صغير، اهو هيبتدي كبير وينتهي صغير، عشان كده الكيرف جاي من فوق ونازل على تحت. طيب في الجروب هتلاقي في الجروب انه بيبتدي صغير وبيكبر، يبتدي صغير وبيكبر، اهو بيبتدي صغير وبيبدأ يكبر طول ما انت ماشي ايه لتحت. فهمنا الحتة دي؟ يبقى في البيريود اللي بيحصل انه الاتوميك سايز بيقل ليه؟ due to the increase of attraction forces between the positive nucleus والاوتر موست الكترون. طب في الجروب بيزيد ليه؟ نتيجة النمبر اوف انرجي ليفل اوكيبايد باي الكترونز، كمان هي ايه؟ بتزيد. تمام؟ يعني هناخد مثال هنا، مثلا هنلاقي هو الاتوميك سايز بتاع الليثيوم اكبر من البريليوم لكن اصغر من الصوديوم. ازاي اقدر افسر ده؟ لو جينا هنا اهو، ادي الليثيوم بيقول لي ان هو اكبر من البريليوم، بس الليثيوم اصغر من الصوديوم. ليه؟ لان هنا البريليوم فيه number of positive charges في النيوكليوس اكبر من الليثيوم، فهتبص تلاقي هنا الاتراكشن فورسز بين النيوكليوس والاوتر موست شيل اكبر، فاتراكشن اكتر، يبقى هتلاقيها تبدا حجمها يصغر عن الليثيوم. طب ليه الليثيوم اصغر من الصوديوم؟ لان الصوديوم هنا في انرجي ليفل اكبر واكتر من الليثيوم. اوكي، يعني الليثيوم هنا 3، ففي كام انرجي ليفل؟ كي وال، كي وال. اوكي، عشان هيبقى 2 و1. طب الصوديوم في كي وال وام، كي لان 2 8 1، فبقى هنا في 2 energy level، هنا في 3 energy level، فعشان كده هتلاقي الصوديوم حجمها اكبر من الايه؟ من الليثيوم. يبقى وجود البريليوم اوكي في نفس البيريود مع الليثيوم وتليها مخليها حجمها صغير. طب هنا بيقول لي النيوكليوس is positively charged because it contains protons positively charged and neutrons. اوكي، لو نشرح الحتة دي كده، ادي عندي دي النيوكليوس. اوكي، النيوكليوس دي فيها
البروتونز والبروتونز دي تبقى positively charged. اوكي وفيها كمان نيوترونز واللي هي زيرو تشارج. اوكي يبقى البوزيتيف تشارج بتاع النيوكليس ده نتيجة وجود البوزيتيف بروتونز موجودة جوه النواة. اوكي اللي هو هنا بيقول لي النيوكليس positively charged because it contains protons اللي هي دي positively. وفي النيوترونز النيوترونز هنا بتبقى زيرو تشارج لا هي نيجاتيف ولا هي بوزيتيف شايله ايه بتبقى شايله بلس ماينس بلس ماينس بلس ماينس بلس ماينس يعني نيوترال. طبعا الالكترونز موجوده في الاوربتس بره هنا ودي اللي هي بتبقى ايه نيجاتيف تشارج. اوكي بعد كده بنتكلم على الالكترونيجاتيفيتي. ايه الالكترونيجاتيفيتي؟ الالكترونيجاتيفيتي هي مقدرة النواة في الكوفالنت مولكيول تو اتراكت الكترونز اوف ذا كيميكال بوند توورد السلف. يعني يعني انا لو فرضت ان انا عندي اوكي اتوم A وفي اتوم B وهيعملوا بينهم وبين بعض كوفالنت بوند. الكوفالنت بوند اللي هي ايه؟ اللي هي شيرينج of electrons. يعني زي ما تكون انت واخوك انت معك 5 جنيه هتسلفها له النهاردة يصرف نفسه بيها ويرجع رجعها لك بكرة تصرف نفسك انت بيها وهكذا. فلو عندي اتوم A واتوم B اوكي وعندي كل واحد عامل شيرينج بالكترون اوكي وكل واحد عامل شيرينج بالكترون فلو الالكترونز دي في النص هنا يبقى هنا مفيش الكترونيجاتيفيتي الاثنين نيوترال الاثنين قد بعض مفيش واحد اقوى من التاني. طب لو فرضنا انه البي اقوى شوية في الالكترونيجاتيفيتي يبقى هتشد الالكترونز ناحيتها بقت هنا الالكترونز ناحية البي اوكي فبقت هنا عندي انا الالكترونيجاتيفيتي بتاعت البي اكبر من الاي عشان كده شدت الالكترونات ناحيتها شوية. اوكي طب لو البي الالكترونيجاتيفيتي بتاعتها كبيرة جدا هتروح واخدة الالكترونز دي ليها تماما وهنا في الحالة دي هتعمل بقى ايه هتعمل ايه ايونيك بوند مش هيبقى كوفالنت. فالكوفالنت بوند بيبقى شكله ايه انه الالكترونز شوية مشدودة ناحية ده او مشدودة ناحية ده شوية اوكي مش في النص ومش على الاخر خالص ناحية اي منهم ماشي. يبقى هي مقدرة الابيليتي اوف اتوم in covalent molecule to attract electrons okay in the chemical bond towards itself ان هي تشد الالكترونات ناحيتها okay. طب هنا بيقول لي بقى انه في الجروب 7A have the highest electronegativity اللي هو مين اللي هو الفلورين ده في الجروب 7A اللي هي جروب 17 يعني اللي هي before النوبل gases okay which lies at the top side of the periodic table before noble gases has the highest electronegativity 4. هنا الفور دي هو في سكيل معمول للالكترونيجاتيفيتي اوكي بيبدا من 0.0 لحد 4 ف 4 دي اقصى حاجه اكبر حاجه فهو الفلورين. لو بصينا هنا اهو هتلاقي عندك الفلورين هنا ده الموست الكترونيجاتيف ايه اليمنت تمام. والحته احنا كنا بنتكلم عليها من دلوقتي من شويه انه ذا ديفرنس ان الكترونيجاتيفيتي اللي هي الديفرنس هنا اهو انه ده يبقى اعلى شويه من ده او الاي اكبر شويه فالفرق ما بينهم اوكي
forming compound molecule determines the kind of bond between element if it is ionic or covalent. الحته اللي انا قلتها لو انه البي اقوى جدا قويه جدا هتاخد الالكترونات ناحيتها تماما وتعمل الايه ايونيك بوند. لكن لو الفرق في بين الالكترونيجاتيفيتي مش جامده قوي فيبقى هتروح يا اما شويه ناحيه اليمين يا اما شويه ناحيه الشمال اوكي وتعمل هنا اللي بنسميها الكوفيلنت بوند. اللي هيحصل انه الاي هتاخد الاثنين دي شويه وبعدين ترجع الاي تاخد الاثنين دول شويه. لكن لو دي اقوى تماما يبقى هتاخدهم تماما ليها اوكي وهتعمل الايه الايونيك بوند. هو هنا اللي بيحصل في عمليه الايه الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي. وهنا هيبدا نتكلم على البولر كومباوند زي الميه والامونيا. ليه؟ لانه في ديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي ما بين الهيدروجين والاكسجين اوكي فده بيخلي انه الالكترونز شويه مايله ناحيه الاكسجين اوكي فبتعمل ايه كوفالنت بوند اوكي وبيبقى ده ايه بولر كومباوند. لو الالكترونيجاتيفيتي ما بين الاثنين متساويه يبقى ده نون بولر. تمام. طب الميتاليك والنون ميتاليك بروبرتي. احنا عارفين ان احنا البريودك تيبل احنا قسمناه لميتالز ونون ميتالز وميتالويد اللي هو السيمي ميتالز ونوبل جازز. فور مين كايند اور فور جروبس ميتالز نون ميتالز ميتالويد اند نوبل جازز. الترتيب الصحيح فيهم انه الميتالز رقم واحد يجي بعديها الميتالويدز رقم اتنين النون ميتال تيجي رقم تلاتة وبعد كده النوبل جازز تيجي رقم اربعة. ده الترتيب في الجدول في البريودك تيبل ميتالز ميتالويدز وبعدين النون ميتال وبعدين النوبل جازز. طب الميتالز الميتالز هي الاليمنتس اللي عندها اقل من 4 الكترون ان زير اوتر موست ليفل. يعني عندها الكترون 2 او 3 في الاوتر موست انرجي ليفل 1 او 2 او 3 اقل من 4 دول بنسميهم ايه ميتالز. طيب دي اوريجين كيميكال رياكشن بالنسبه للميتالز هي عندها دلوقتي يا اما الكترون او اتنين او تلاتة. طب الستيبل فورم المفروض يبقى كام؟ المفروض يبقى 8 الكترونز في الاوتر موست ليفل. طب يبقى اسهل لي ان انا افقد واحد او اتنين او تلاتة ولا اكسب سبعة او ستة او خمسة؟ ما انا عشان اوصل للتمانية لو انا عندي الكترون واحد وعايز اوصل للتمانية يبقى محتاج كم الكترون؟ يبقى محتاج 7 الكترونز صح؟ طب ال 7 الكترونز دول عشان انا اجيبهم او اخدهم سهل ولا انا اسيب ده وارجع للمستوى اللي قبله اللي هو كملان ب 8 يبقى سهل ان انا افقد ده. طب لما بفقد الكترون بحول الاتوم بتاعتي لبوزيتيف ايون بحولها لبوزيتيف ايون. ونفس الحكايه لو انا عندي 2 اور 3 الكترونز الاسهل ان انا افقد الاثنين دول عن ان انا اكسب 6 عشان اكمل 8 والاسهل ان انا افقد الثلاثه دول على اني اكسب 5 عشان ايه اوصل للستيبل فورم بتاعت النيوكليس. طب انا لما بفقد الكترون هنا ايه اللي بيحصل؟ انا عندي الاتوم هنا اوكي اللي هي البوزيتيف. لما بفقد الكترون يبقى النمبر اوف بوزيتيف تشارج زادت عشان كده
الاتوم دي لما بتفقد الكترون بتتحول لبوزيتيف ايون، لانه النمبر اوف بوزيتيف بروتون انسايد ذا نيوكليوس بقى اكبر من النمبر اوف نيجاتيف الكترون، وبتاخد التشارج على قد عدد الالكترونز اللي هي فقدتها. يعني انا هنا فقدت الكترون واحد، يبقى عندي الايون بتاعي ماينس 1 سوري بلس 1. طب انا فقدت 2 هيبقى الايون بتاعي بلس 2. طب لو فقدت 3 يبقى الايون بتاعي بلس 3. زي ما هنشوف هنا مثلا كده، انا عندي هنا الصوديوم في 3 انرجي ليفل كي ال ام، هنا 2 في الكي والتمانية في الال والام فيها 1. سهل ان انا افقد الواحد ده وارجع للمستوى اللي فيه 8 ويبقى ايه عندي بوزيتيف ايون ستيبل. لما فقدت الالكترون ده فبقى عندي هنا بوزيتيف 1، وبقى الالكترون كونفيجريشن بتاع الصوديوم ايون 2 8، وخلاص ده بقى 0. طب المغنيسيوم 2 2 8 2، سهل عليا افقد الاثنين على ان ايه اخد 6 ويبقى ده 8. افقد الاثنين ده وارجع للمستوى اللي قبله اللي هو الثمانية الستيبل. طب لما افقد 2 الكترون هحول المغنيسيوم اتوم دي لايون بوزيتيف. بوزيتيف قد ايه؟ الرقم ده بيبقى قد عدد الالكترونات اللي اتفقدت. طب انا فقدت 2 يبقى هيبقى المغنيسيوم بلس 2. وهنا هنبص نلاقي الكونفيجريشن 2 8 والام بقى 0. طب الالومنيوم 2 8 3، سهل ان انا افقد الثري اوكي واتحول لالومنيوم ايون اي ال بلس 3، ويبقى كده هنا وصلنا لحاله الاستابيليتي بالنسبه للايونز، وده هيكون اسهل من ان الصوديوم يجي له 7 الكترونات عشان يوصل هنا 8، او هنا 6 الكترونات عشان توصل 8، لانه الغرض كله انه الاتوم توصل للاستابيليتي. طب الاستابيليتي فورم انه المدار الاخير يبقى فيه 8 الكترونات، يبقى هنا ان انا افقد واحد وخليني على اللي قبليه ب 8 ولا اني استنى اكسب 7. ماشي. النون ميتالز بقى الالمنتس هاف مور ذان 4 الكترونز ان زير اوتر موست انرجي. احنا قلنا الاقل من 4 دول كلهم ايه ميتالز، طب الاكبر من 4 دول بقى ايه اللي بنسميهم نون ميتالز. في الاوتر موست انرجي ليفل لو في اكبر من 4 اوكي 5 5 و6 و7 دول كلهم ايه نون ميتالز. طب during the chemical reaction هنا في غلطة مطبعية، المفروض دي non metal. The atom in non metallic element tend to gain electrons and change into negative ions. احنا قلنا في الميتالز انا بيبقى عندي الكترون يا 2 يا 3، سهل ان انا افقد يا اما 1 او 2 او 3 اوكي وتحول لبوزيتيف ايون. العكس بيحصل في النون ميتالز. النون ميتالز بيبقى عنده ايه، بيبقى عنده 5 او 6 او 7، فبيبقى سهل ان انا هنا اجيب 3، سهل هنا اجيب 2، سهل هنا ان انا اخد 1، يبقى انا باخد الكترونز. طب اخد الكترونز معنى كده انه النيجاتيف تشارج هتزيد عن البوزيتيف تشارج اللي موجوده في النيوكليوس، عشان كده الاتوم هتتحول لايه نيجاتيف ايون عد على قد عدد برضو الالكترونات اللي هي ايه كسبتها. ماشي. لو كسبت 3 الكترونز هتبقى ايه الايون ده هيبقى ايه ماينس 3. طب لو 4 الكترونز هيبقى الايون ده ماينس 4 وهكذا. هنشوف كده مثال اهو، الفوسفورس عندي 2 8 5. طب هنا اسهل ان انا اسيب الخمسة ولا اخد 3؟ لا اخد 3.
طب لما اخد 3 هنا زياده، يبقى انا هنا زودت عدد الالكترونات ب 3، فبقى في ماينس 3 زياده. هوصل بقى للايه 2 8 2، لان دي مع 3 الكترونز بقت 8. وهتبص تلاقي الفوسفورس هنا اخد بقى ايه ايون بي ماينس 3. السلفر 2 8 6، هنا فاضل له على 8 كام؟ 2، يبقى ياخد 2 الكترون اوكي ويتحول ل 2 8 8 ويبقى اس ماينس 2 اوكي. طب الكلورين 2 8 7، 7 هنا فاضل لها 1 عشان تبقى 8، تاخد الواحد اوكي ويبقى الكلورين ماينس 1 وتبقى ستيبل 2 8 8. تمام، يبقى النمبر اوف تشارج هنا بتساوي عدد الالكترونات اللي انا ايه اللي بتكتسبها الاليمنت او يفقدها، سواء بقى في الميتال او النون ميتال. يبقى العدد هنا بيساوي عدد الالكترونات الجيند الكترون اور لوست الكترونز. طب الميتالويدز اللي هي السيمي ميتاليك اليمنت، الاليمنتس دي عندها ايه صفات للميتالز والنون ميتالز، يعني ممكن تبقى شبه الميتالز والنون ميتالز في نفس الوقت، عندها صفات من هنا وصفات من هنا، بس بيبقى دي بقى صعب ان انا احددها من الاوتر موست الكترون، مش زي الميتالز قلت يا اما 1 أو 2 أو 3 في الاوتر موست يبقى ده ميتالز، و5 و6 و7 ده نون ميتالز. هنا ما اقدرش على الميتالويدز ان انا استخدم نفس البرنسبل او القاعده دي. فبتلاقي هنا مثلا البورون 3، السيليكون كان 4، الارسينك 5، التيلريوم 6 وهكذا. كل اللي محتاج اعرفه ان الميتالويدز عندها البروبرتيز من الميتالز والنون ميتالز، عندها شويه صفات من الميتالز وعندها شويه صفات من النون النون ميتالز. تمام، هنتكلم دلوقتي عن الميتاليك والنون ميتاليك بروبرتي في المودرن بيريودك تيبل. هنلاقي انه في البيريود اللي هو الروز الصفوف دي، انه البيريود ستارت ويز سترونج ميتال، يعني كل الميتالز اللي موجوده في بدايه البيريودز اوكي بتبقى سترونج ميتال انتل ات ريتشز ذا سترونجست نون ميتال 7A. يبقى عندي هنا بدايه البيريود بتبقى سترونجست ميتال، لما بوصل ل 7A لنهايه البيريود بيبقى ده سترونجست نون ميتال. معنى كده ان الميتال بروبرتي بتبدا هنا كبيره وبعدين تصغر مع الوقت لحد ما تختفي وتبدا بقى النون ميتال تظهر. يبقى انا بدايه البيريود بتاعتي بتبقى سترونج ميتال، نهاية الجروب بتاعتي نهاية البيريود بتاعتي بتبقى سترونج نون ميتال، وبعد النون ميتال بيجي بعد كده الايه الانرت جاز. يعني معنى كده انه increasing the atomic number in period the metallic property decrease while the non-metallic property increase. ليه؟ لان انا ماشي في الاتوميك نمبر في البيريود بتاعتي هنا اهو، الاتوميك نمبر هنا كده بيزيد من الليفت تو رايت. فبتبص تلاقي عندك الميتاليك بروبرتي بادئه كبيره وبعدين بتصغر، وبعد كده هنا بيبدا النون ميتاليك صغير وبعدين بيكبر. عشان كده بيقول لك هنا اهو انه by increasing the atomic number اللي هو في البيريود من الليفت للرايت الميتاليك بروبرتي ديكريز. ادي الميتاليك بروبرتي كانت كبيره وبدات تقل 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 لحد ما اختفت، لكن النون ميتاليك بروبرتي انكريز لان هتبدا هنا هو صغيره ومع
الـ increasing بتاع الـ atomic number تبدأ ايه؟ تزيد. فهمنا الحتة دي؟ يبقى الـ atomic number لما بتزيد من left to right ده هيزيد معاها هيقل معاها الميتاليك بروبرتي هتقل، لكن هيبدا يزيد الايه النون ميتاليك. يبقى الميتاليك ده الميتاليك بروبرتي بتقل، لكن النون ميتاليك هتبدا تزيد. اوكي، من الليفت للرايت. طب ده في البيريود. في الجروب بقى، في الجروب ان ميتاليك جروب اوكي انكريز جرادولي. يعني انا بلاقي انا عندي جروب وانا اهي، عندي الليثيوم هنا اوكي، وبعديه بعد كده عندي الصوديوم والبوتاسيوم لحد تحت السيزيوم. تبص تلاقي ان الليثيوم ده اللي هو في البدايه ده اقل ميتاليك، اقل حاجه في الميتاليك. السيزيوم ده اكبر حاجه في الميتاليك. يبقى الميتاليك بروبرتي في الجروب بتزيد من فوق لتحت. يبقى اقل حاجه هتلاقيها في جروب 1 مثلا هتلاقيها الليثيوم، واكبر حاجه السيزيوم. يبقى الميتاليك بروبرتي في الجروب انكريز جرادولي. من فين؟ من فوق لتحت، يعني من هنا من توب للبوتوم هتلاقي الميتاليك بروبرتيز increase. اه لو جينا بصينا هنا اهو، ادي الليثيوم، هنلاقي من هنا لهنا بيحصل increase للميتاليك بروبرتي. ده مور ميتاليك عن الليثيوم. ولو لاحظنا ان هو بيزيد مع برضو زيادة الايه الاتوميك سايز، يعني الاتوميك سايز هنا بتزيد من فوق لتحت، والميتاليك بروبرتي بتزيد من فوق لتحت. ماشي. طيب في النون ميتاليك ديكريز جرادولي، فبنلاقي ان الايودين ليست نون ميتال، والفلورين موست نون ميتال. يعني ادي الايودين هنا دي نون ميتالز اوكي، هتلاقي الايودين اقل حاجه في النون ميتال وبتزيد وانت طالع لفوق اوكي. يبقى الفلورين هنا ايه موست نون ميتال، اكبر حاجه في النون ميتال. هنا الليست نون ميتال، يبقى ايه النون ميتال بتزيد من تحت لفوق، او لو قلنا هتقل من فوق لتحت زي ما انت عايز اوكي. فاحنا هنا بنتكلم على انها decrease gradually اوكي. iodine is the least non metal والفلورين is the most non metal. تمام. يبقى هنا عندنا ايه هيبقى البروبرتيز بتاعت النون ميتاليك عكس البروبرتيز بتاع الميتاليك. هنا انكريز جرادولي مع زياده الاتوميك سايز، مش الاتوميك سايز بتزيد من فوق لتحت، نفس الحكايه حيث الميتاليك بروبرتيز هتزيد من فوق لتحت. هنا بيحصل ان هي ديكريز جرادولي، هتلاقي ان الايدين ليست نون ميتاليك والفلورين موست نون ميتاليك، فهتلاقيها بتكريز جرادوال. اوكي، هنيجي للكيميكال بروبرتيز اوف ميتالز. الميتالز عندنا بتتفاعل مع الدايليوتد اسيد، فهنلاقي سام ميتالز زي الزنك بيتفاعل مع الاتش سي ال هيديني زنك كلورايد اللي هو سولت بلس هيدروجين. ماشي، يبقى زنك بلس دايليوتد هيدروكلوريك اسيد هيديني زنك كلورايد وهيدروجين اوكي، اللي هو بنسميه هنا الزنك كلورايد، ده جنرالي بيبقى اسمه ايه سولت ومعاه هيدروجين. يبقى ده بيزك رياكشن، اي ميتال يتفاعل مع الاتش سي ال
diluted HCl هيديني زنك كلورايد اللي هو السولت زائد انه يطلع ايه هيدروجين نتيجة التفاعل. طب مع الاكسجين هنلاقي ان الاكسجين مثلا المغنيسيوم بيتفاعل مع الاكسجين ويديني مغنيسيوم اوكسايد. المغنيسيوم اوكسايد ده بسميه بيزك اوكسايد. طب ليه بسميه بيزك اوكسايد؟ لانه الاكسايد ده ممكن يدوب في المية ويديني الكالاين سوليوشن. ماشي، يبقى هنا الميتال كمغنيسيوم بيتفاعل مع الاكسجين ويديني مغنيسيوم اوكسايد اللي بسميه بيزك اوكسايد. البيزك اوكسايد ده لو انا دف المية بيديني الكالاين سوليوشن، وده الالكالاين سوليوشن ده هيحول زي ما مكتوب هنا تحت كده، هيحول لي البلو ليتمس بيبر، اوكي، هيحولها الريد ليتمس بيبر هيحولها لي البلو. عشان كده في سؤال هنا بيقول لك ايه ليتمس سوليوشن تشينج انتو بلو، هو وين مغنيسيوم اوكسايد ديزولف ان ووتر؟ ليه؟ لانه زي ما مكتوب كده انه ده ميتال اوكسايد، ولما بيدوب في الميه هيديني الكالاين سوليوشن. زي ما هنا مغنيسيوم اوكسايد زائد ميه بيديني مغنيسيوم هيدروكسايد، وده عشان الكالاين فبيحول لي الليتمس سوليوشن لبلو. اوكي، طبعا هنا جايبين الرياكشن بتاع المغنيسيوم اوكسايد لما داب في الميه مغنيسيوم اوكسايد، لما داب في الميه اعطاني مغنيسيوم هيدروكسايد اهو، وترنز الليتمس بيبر تو بلو. يبقى الريد ليتمس بيبر او الليتمس بيبر تتحول لبلو علشان انا عندي ده الكالاين سوليوشن. وجا منين الالكالاين سوليوشن؟ جا من البيزك اوكسايد لما دبت في الميه. طب الرياكشن بتاعت الميتالز مع الميه، احنا شفنا هنا مغنيسيوم اوكسايد تفاعل مع الميه، لكن الميتالز هنا لما تيجي تتفاعل مع الميه هما هنا بيبقى في حاجه اسمها رياكتيف اوكي ليست، مرتبين الميتالز حسب الرياكتيفيتي بتاعتها ونشاطها في تفاعلها مع الميه. عندك بوتاسيوم الاول، بعديه صوديوم، بعديه كالسيوم، بعديه مغنيسيوم، بعدين زنك، ايرن، كوبر، سلفر. بالترتيب ده هنلاقي ان البوتاسيوم والصوديوم ده اشدهم نشاطا رياكتيف اوكي، ويتفاعل مع الميه بشده وفي الحال زي ار انستنتلي رياكت ويز ووتر اوكي اند هيدروجين جاز ايفولفد ويز بيرنز اند بوب ساوند. تلاقي فرقعه وصوت لو انا حطيت الصوديوم او البوتاسيوم في ميه، هتبص في الحال بيحصل فرقعه وصوت وايه وهيدروجين جاز، في جاز طالع. ليه؟ لانه الاثنين دول رياكتيف جدا، نشطين جدا في تفاعلهم مع الميه. بيجي بعد كده الكالسيوم والمغنيسيوم بيتفاعلوا ببطء شويه مع الكولد ووتر. يعني ايه كولد ووتر؟ بيتفاعل الكالسيوم والمغنيسيوم بس ببطء غير البوتاسيوم والصوديوم. طب الزنك والايرن؟ الزنك والايرن عشان يتفاعلوا مع الووتر لان هم شده التفاعل بتاعتهم او الرياكتيفيتي بتاعتهم قليله، فبيتفاعلوا لازم يكون ووتر هوت، الهوت هوت ووتر، وفي درجة حرارة تكون عالية شوية علشان الزنك والاير يتفاعلوا مع المية. الكبر والسلفر ما بيتفاعلوش تماما مع المية، دولة ما بيتفاعلوش تماما، فلازم ابقى حافظ الترتيب ده كده انه اكتر حاجة تتفاعل مع المية بشدة وفي الحال الصوديوم والبوتاسيوم، اقل نشاطا الكالسيوم والمغنيسيوم، دولة بيتفاعلوا بس ببطء شوية. اللي محتاجين بقى انه يكون ميه سخنه ودرجه حراره دول الزنك والاير. اللي ما بيتفاعلش تماما ده الايه الكبر والسيلفر. تماما تمام. اللي احنا قلناها في الدرس دي الاتوميك سايز والاتوميك نمبر والميتاليك بروبرتيز والنون ميتاليك بروبرتيز، بحيث انه تبقى ايه سهله حفظها ما نتلخبطش فيها. هنرسم كده ايه الاتجاه بتاع بريودك تيبل ده هنا من الليفت للرايت ومن التوب للبوتم. اوكي، هنلاقي عندنا هنا من الليفت
للرايت في عندي حاجتين بيزيدوا وحاجتين بيقلوا. ايه الحاجات اللي بتزيد؟ الاتوميك نمبر. الاتوميك نمبر بيزيد من الليفت للرايت. طب ايه اللي بيزيد كمان؟ النون ميتاليك بروبرتيز برضو بتزيد. دول الحاجتين اللي بيزيدوا من الليفت للرايت. طب حاجتين بيقلوا اللي هو الميتاليك بروبرتيز دي بتقل اوكي، والاتوميك سايز بيقل اوكي. يبقى عندي من الليفت للرايت حاجتين بيزيدوا وحاجتين بيقلوا. طب هنكتبهم كده، هنلاقي انه عندي الاتوميك نمبر بيزيد، النون ميتاليك بروبرتيز برضو بتزيد. ايه الحاجتين اللي بيقلوا؟ الحاجتين اللي بيقلوا الاتوميك سايز ده بيقل، وكمان الميتاليك بروبرتيز ده بيقل. يبقى انا عندي حاجتين بيزيدوا اتوميك نمبر والنون ميتاليك بروبرتيز، الاثنين دول بيزيدوا. اما الاتوميك سايز والميتاليك بروبرتيز الاثنين دول ايه، سوري، الاتوميك نمبر والنون ميتاليك بروبرتيز دول بيزيدوا، والاتوميك سايز والميتاليك بروبرتيز الاثنين دول بايه بيقل. كل ده واحنا ماشيين من الليفت للرايت اوكي، يعني في نفس البيريود هنا اهو، وانا ماشي من الليفت للرايت هلاقي الكلام ده مظبوط. طب هنا بقى من التوب للبوتوم في الجروب اللي هي هنا كده، هتبقى جروب من فوق لتحت، هلاقي عندي الاتوميك نمبر بيزيد والاتوميك سايز برضو بيزيد والميتاليك بروبرتيز بتزيد والنون ميتاليك بروبرتيز برضو بتزيد. يبقى هنا من فوق لتحت في الجروب كله بيزيد، يبقى هنا ما فيهاش لخبطه. طول ما انا ماشي من فوق لتحت في الجروب يبقى كل حاجه بتزيد. يبقى هتتكتب انه الاتوميك نمبر بتزيد، وعندي كمان الاتوميك سايز بتزيد، الميتاليك بروبرتيز بتزيد، النون ميتاليك بروبرتيز برضو بتزيد. يبقى انا عندي في الجروب هنا من فوق لتحت كل حاجه بتزيد، الاتوميك نمبر والسايز والميتاليك بروبرتيز والنون ميتاليك. اما في البيريود حاجتين بيزيدوا وحاجتين بيقلوا. يبقى في البيريود افتكر ان الاتوميك نمبر والنون ميتاليك دول الحاجتين اللي بيزيدوا، الاتوميك سايز والميتاليك بروبرتيز الحاجتين دول بايه بيقلوا. تمام، دي هنا ممكن تفكرنا بانه ايه، ازاي احنا ماشيين في البريودك تيبل سواء في البريود او الجروب. هنقف عند هنا كده ان شاء الله، واي كومنت او سؤال يا ريت تبعته لي، واعملوا شير اوكي، سبسكرايب ولايك عشان يوصلكوا كل جديد. وجود لك، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
خليكوا فاكرين الفيديو اللي جاي ان شاء الله احنا وقفنا النهاردة عند الكيميكال بروبرتيز اوف نان ميتاليك اليمنتس. فالفيديو اللي جاي هنكمل فيه الكيميكال بروبرتيز بتاعت النان ميتاليك ان شاء الله.